افتتح معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ورشة مناهج المدارس العالمية من وجهة نظر المختصين والتربويين والجهات ذات العلاقة، والتي تهدف إلى تحديد المعايير في المناهج التعليمية. لا شك أنه احنا نطلع أنه هذه الورشة ستضيء إضافات وتثري النقاش حول مناهج المدارس العالمية وكيفية تطويرها وكيفية الاستفادة منها ومن التجارب التي ظهرت الآن في كثير من المدارس الأهلية والعالمية. ورحب سعادة وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد الفهيد بممثلي الهيئات والمنظمات ومديري مكاتب التعليم الأهلي في المناطق والمحافظات وملاك المدارس الأهلية والعالمية. وتخلل الورشة عدد من الجلسات العلمية والعملية ومداخلات إثرائية واستشكالات حقيقية. لقاء اليوم يعتمد على يحاول أن يسلط الضوء بشكل خاص على مناهج التعليم في المدارس العالمية، وهناك بعض التحديات والقضايا التي تحتاج لفعلا تبادل وجهات النظر، لحوار، لشراكة حقيقية، تبادل الأفكار والحلول وإيجاد الحلول بشكل مشترك، وهذه ظاهرة صحية جدا. عملية تطوير هذه المناهج الدولية بحيث تناسب المجتمع السعودي، هذه من أكبر التحديات التي تواجهنا إحنا في المدارس العالمية، بحيث أنه المنهج ولد في بيئة أجنبية ويطبق في بيئة مختلفة. إحنا لابد أنه يكون لنا دور في تطويع هذا المنهج بما يتناسب مع ثقافتنا ولا يتعارض مع قيمنا الدينية والوطنية أيضا. جاءت هذه الورشة لإحداث نقلة نوعية في تطوير المناهج العالمية بتقديم خدمات تعليمية تؤهل أبناءنا بالمهارات اللازمة مع تعزيز روح المواطنة. لقناة عين، أنس بن إبراهيم، الرياض.